إذا قيل لك أيمكن أن يجتمع التوحيد مع الشرك؟ فقل له يستحيل ذلك، أن يبقى توحيد مع شرك. ولذا قال عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا رأيت الرجل يصلي ويصوم ويحج لكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يخاف من غير الله خوف السر، فاعلم بأنه مشرك وليس بمسلم، ولو كان من المصلين الصائمين القائمين. لما؟ كما أسلفنا، يجب أن تصرف العبادة كلها لله عز وجل.